إلى ذلك، أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن منتدى منظمة السياحة العالمية يهدف لمنح المشاركين فرصة التواصل والتعاون مع أبرز المعنيين بقطاع ريادة الأعمال الدولية. منذ تأسيس منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عام 1975، والمنظمة تهتم بشؤون الدول من الناحية السياحية وإصدار الإحصاءات المتعلقة بالطلب والعرض السياحي على مستوى العالم. ومملكة البحرين لطالما حققت إنجازات على الصعيد السياحي، وها هي اليوم تنجح في استضافة منتدى المنظمة على أرضها ليمنح المشاركين فرصة التواصل والتعاون مع أبرز المعنيين بقطاع ريادة الأعمال الدولية. سعيدين جدا باحتضان المجلس التنفيذي للأمم المتحدة في جلسة 109. هذا المجلس هو أهم لجنة سياحية في العالم، هناك 35 دولة تم انتخابها، والحمد لله البحرين انتخبت تكون عضو تمثل الشرق الأوسط. فاليوم المملكة تشارك دول العالم في اتخاذ القرارات في قطاع السياحة في المحل الإقليمي والدولي أيضا. وتم اليوم الحمد لله إطلاق منتدى الابتكار في قطاع السياحة، هناك أكثر من 40 متحدث دولي مشارك اليوم معنا. هؤلاء المتحدثين إن شاء الله بيبينون حق جميع الحضور نجاحاتهم وقصة النجاح في الابتكار، سواء في التكنولوجيا أو الشركات السياحية اللي استخدمت الابتكار لتطوير من الصناعة السياحية. المنتدى جاء بعنوان حلول البيانات الضخمة في قطاع السياحة، ليفسر ذلك في دعم نماذج الأعمال الجديدة والمقبلة من خلال الابتكار وعقد دورة تدريبية رئيسة للشركات الناشئة حول إدارة السياحة الذكية وحلول البيانات الضخمة في قطاع السياحة. أتشرف بأني سفير الأمم المتحدة للسياحة، وأنا هنا بصفتي هذه وبصفتي الآن ننشئ نحن بالشراكة مع الأمم المتحدة ننشئ مركز للسياحة الذكية، أي باستعمال السياحة المبنية على تقنية المعلومات والاتصالات، وسيكون هذا المركز الأول من نوعه في العالم لنقل السياحة من السياحة التقليدية إلى السياحة الذكية. أيضا أنا سعيد هنا بأنني ألقيت في كلمة الافتتاحية ما عبرت فيه عن اعتزازي بالبحرين، وأنا سعيد بأن أقول أن البحرين تصلح لأن تكون أفضل نموذج للسياحة. هاي التجربة وايد بتضيف لي إن شاء الله في المسيرة اللي احنا قاعدين نمشي فيها، وأن احنا نكون متواجدين اليوم هنا ونسمع الخبرات اللي مروا فيها الموجودين والقصص اللي قالوها لنا، وايد شيء مفيد وايد تفيدنا إن شاء الله في حياتنا المستقبلية. جمع المنتدى كبار المستثمرين العالميين والشركات وشركاء الأعمال، مما يعد بمثابة قوة دافعة تمكن الشركات الناشئة من توسيع نطاق عملياتهم وتنميتهم على الصعيد الدولي. تشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة، جمعها محاور وجدت نفسها في منتدى حلول البيانات الضخمة في قطاع السياحة، ليكون هذا المنتدى منصة لكل المهتمين في هذا القطاع. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.